بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلاب الصف الثاني الابتدائي بمدارس دار الثقافة الأهلية، أهلا وسهلا بكم مع درس جديد من دروس مادة العلوم، الفصل الثاني عشر، الدرس الأول بعنوان الحرارة. انظر ابن الطالب لهذه الصورة، صورة الصحراء. التقطت هذه الصورة أثناء النهار. هذه صحراء في يوم مشمس، كيف أعرف أن الحرارة مرتفعة؟ بالتأكيد ابن الطالب من سخونة الرمال ومن سخونة الهواء نعرف أن الحرارة مرتفعة. هيا بنا نجري هذا النشاط لنعرف أين تنصهر مكعبات الثلج أسرع. هل في المكان المشمس أم في الظل؟ نحتاج إلى كمية كبيرة من مكعبات الثلج، كأسين ساعة إيقاف. نملأ الكأسين كميتين متساويتين من مكعبات الثلج، ونضع إحدى الكأسين في مكان مشمس والكأس الأخرى في الظل، نتركهما فترة من الوقت. نتوقع أي الكأسين ينصهر الثلج فيها أسرع. أحسنت ابن الطالب، الكأس الموجود في المكان المشمس يأخذ زمن أقل وتنصهر فيه مكعبات الثلج أسرع من الكأس الموجودة في الظل. نستبعد الثلج، نستكشف أكثر، نضع كميتين متساويتين من الماء. لهما درجة الحرارة نفسها في كأسين، ثم نضع إحداهما في مكان مشمس والأخرى في الظل. بماذا أحس إذا لمست كلا منهما بعد ساعة؟ بالتأكيد الكأس الموجود في المكان المشمس أعلى سخونة من الكأس الموجود في الظل، لأنها موجودة مباشرة ومعرضة لأشعة الشمس. ما الحرارة؟ الحرارة أحد أشكال الطاقة التي يمكنها أن تغير حالة المادة. فالحرارة قد تحول الصلب إلى سائل أو السائل إلى غاز. نحن نستخدم الحرارة كل يوم، ولكن للحرارة مصادر. هيا بنا ابن الطالب نتعرف على مصادر الحرارة. أول مصدر الشمس. الشمس هي المصدر الأساسي والرئيسي للحرارة على سطح الأرض. فالشمس تسخن الهواء واليابس والماء على سطح الأرض. فعندما تشرق الشمس تسخن حرارة الشمس الماء واليابسة، ثم يسخن الهواء. تأتي الحرارة أيضا من أشياء أخرى، منها الوقود. ما هو الوقود؟ الوقود هو مادة تنتج حرارة عندما تحترق. أكرر، الوقود مادة تنتج حرارة عندما تحترق. من أمثلة الوقود الغاز والزيت والحطب والفحم والخشب والنفط. فعند حرق هذه المواد تنتج حرارة. أيضا من مصادر الحرارة الأخرى أن الحرارة تنتج أيضا عن الحركة. عندما أفرك يدي بسرعة ثم أضعهما على وجهي، ألاحظ كيف تنتقل الحرارة من يدي إلى وجهي. هذا الولد يحك يديه ببعضها فتنتج حرارة. سؤال هنا، كيف أستخدم الحرارة في المدرسة وفي البيت؟ بالتأكيد الحرارة لها استخدامات عديدة. يستخدم الناس الوقود في التدفئة، نحن نستخدم الحرارة في التدفئة. نستخدم الحرارة أيضا في طهي الطعام، فالناس تستخدم الوقود لطهي الطعام. فالحرارة لها استخدامات كثيرة ومتعددة. ما درجة الحرارة؟ درجة الحرارة مقياس لمدى سخونة الشيء أو برودته. أكرر، درجة الحرارة مقياس لمدى سخونة أو برودة الشيء. نحن نقيس درجة حرارة الهواء والماء والتربة وحتى درجة حرارة أجسامنا.
ونستخدم مقياس درجة حرارة أداة تسمى مقياس الحرارة أو تسمى بالثيرمومتر. هذه الأداة لها وحدة قياس تسمى السيليزيوس ويرمز لها بالرمز درجة سين. نوضع داخل هذه الأداة مادة سائلة قد تكون كحول أو زئبق. انظر ابن الطالب إلى الأداة التي أمامك. أنبوبة من الزجاج لها مستودع من أسفل يوضع بداخله المادة السائلة. هنا المادة السائلة لونها أحمر وهي الكحول. هذه المادة تتأثر بالحرارة فهي تتمدد بالحرارة عندما تسخن فترتفع داخل الأنبوبة إلى أعلى متحركة على تدريج يبدأ من أسفل إلى أعلى. فعندما تقف هذه المادة عند عدد معين يمثل هذا العدد درجة الحرارة التي نحاول أن نقيسها. انظر ابن الطالب إلى الصورة التي أمامك. إنها للمسجد النبوي بالمدينة المنورة. السؤال هنا أين تكون درجة الحرارة أعلى، خلال النهار أم خلال الليل؟ كيف أعرف ذلك؟ الصورة الموجودة على اليمين التقطت للمسجد أثناء النهار، والصورة الموجودة على اليسار التقطت للمسجد أثناء الليل. انظر إلى المادة الملونة باللون الأحمر والعدد الذي توقفت عنده. فالصورة الأولى توقفت عند العدد 30، بمعنى أن درجة الحرارة أثناء النهار 30 درجة سيليزيوس. واللون الأحمر المادة الحمراء في الثرمومتر الموجود على اليسار توقفت عند العدد 20، بمعنى أن درجة الحرارة أثناء الليل 20 درجة سيليزيوس. من خلال قراءة درجة الحرارة في الثرمومترين نجد أن درجة الحرارة في النهار أعلى من درجة الحرارة بالليل. عرفت ذلك من مقياس الحرارة. في هذا النشاط نستخدم مقياس الحرارة لنقارن بين درجة حرارة كل من التربة والماء والهواء. لو نظرنا إلى المادة الحمراء في الكأس المكتوب عليه هواء نجد أنها 30 درجة سيليزيوس. الماء حوالي 22 درجة سيليزيوس. التربة حوالي 15 درجة سيليزيوس. سؤال هنا اذكر بعض الأشياء التي نحتاج إلى قياس درجة حرارتها. أولا نحتاج إلى لقياس درجة حرارة أجسامنا عندما نمرض. نحتاج لقياس درجة حرارة الماء والهواء داخل المنزل وخارج المنزل. نقيس درجة حرارة الهواء داخل المنزل وخارج المنزل. فنحن نحتاج لقياس درجة حرارة كثير من الأشياء من حولنا. أفكر وأتحدث وأكتب. السؤال الأول من أين تأتي معظم الحرارة؟ أحسنت ابن الطالب، من الشمس. الوقود الحركة. السؤال الثاني كيف نقيس درجة الحرارة؟ نقيس درجة الحرارة بمقياس الحرارة الثرمومتر. السؤال الثالث ما تأثير الحرارة في المادة؟ الحرارة تغير من حالة المادة فهي تحول الصلب إلى سائل وتحول السائل إلى غاز. سعدنا بكم أبنائي طلاب الصف الثاني. إلى اللقاء في درس جديد آخر من دروس مادة العلوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.